السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لاباسك؟ بخير شمواسي. طبعا أنا في مانشستر، هنالك مفاجأة كبيرة بصراحة أذهلني بها أخوي محمد لمين ولد الإقلال ولد الإقلال. بصراحة عرفتني على جون البيضاني. نعم، جون البيضاني أحد عشاق موريتانيا الكبار، وهو موجود في مانشستر ويدير مكتبة اسمها مكتبة الإسكندرية، إضافة لأعمال خيرية أخرى. خلونا نتعرف على جون بشكل سريع عشان ننشر هذا الفيديو، ونريده ينتشر في كل مكان في العالم عشان تعرفوا أن أحباب موريتانيا وعشاق موريتانيا مش فقط عرب وإنما أجانب أيضا. راح نتكلم شوية الحين مع جون. جون عرف نفسك في البداية. أنا اسمي جون، أنا ظرف ساكن في مانشستر، يغير قاعد 10 سنوات في موريتانيا، 5 في نواكشوط و5 في الحوضة الغربي. جون البيضاني ولا شنو؟ يعني يقولي البيضاني ولا أيوة الناصري. أحنا أولاد الناصر. نحن نقولوا دخيلة في أولاد الناصر. أنا ما أصلا ولدت في أولاد الناصر، بس عد واحد منهم. طيب شو اللي يميز موريتانيا؟ ليش تعشقها؟ ليش حبيتها؟ يعني الموريتانيين عندهم هو الاستقبال للأجانب البرانيين. يعني في نوع من 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 اللطف والمحبة لنحن، حتى يعني ممكن اولا ما يتعارفوا عليك يقول لك احنا نصراني، ولكن بعد زمان شوي، بعد وقت شوي لما يتعارفوا عليك يحبوك. طيب استقبلوني. حفظ شيء من حسانية؟ حفظ منه شيء. يا غير غدار مخسر. أنا كنت زيلف بكلام البيضان، كنت بيضان من تديني تلعوة. يا غير غدار صيت منه شيء. أنا مخلط كل شيء من حسانية؟ من قد؟ من القاف. عندك قاف؟ قيفان. عندي قاف ولا قيفان. نقول واحد قال لي كميني ماني بوساتي، حرض مني القصيدة، أنا نبني لك كل أمناتي مستثنى منهم لك حيلة. الله الله. شوفوا يا شباب، انتوا تمتعوا بمقابلة هذا الرجل اللي أذهلني كيف انه فاهم ثقافة الحسنية والبيضانية والشنقيطية والموريتانية بهي الطريقة. خلونا نكمل معاه شوي عشان هذا الفيديو يريد ينتشر في كل مكان في العالم، أرجوكم. طيب شو رسالتك لموريتانيا؟ راح تروح لموريتانيا تزورها؟ انا مشيت موريتانيا، قسم موريتانيا اياك اشتغل فيه. انا كنت نشتغل مع منظمه خيريه العيون، نفس المنظمه في العيون وفي نواكشوط. يغير عملنا فرق.